العنف والاستفزاز والشطات. شحال هذه من عام وانت في هذا المستوصف هنا؟ شحال هذه من عام؟ 1979 ملي كنتو مازال محسوبين على الشاول وانت هنا. واش كاين دي زاكت ريبيرتواري دي زاكت دو فيولونس ريبيرتواري في السباطه؟ السباق لكم كاين شي مشكل بحال هذا؟ بحال هذا مثلا في السباطه ضربوا بالسوارد. شكون ضرب؟ الطبيب ضرب عصام بالسوارد هكا. الراجل ديالي انا نقول لك غير الزوج ديالك شكون سبق له ضرب؟ واش فيت له ضرب شي واحد اخر؟ ضرب متصل شي متصل انفيرميير اخر ضرب متصل متصل حماد ضرب امل امل في المنايا باش ضربها ضرب طرشة انا جيت بيدي لعندو مرض السكر وقال لي خاصك تعطيني دور معايا قال لي خاصك تعطيني 20000 فرانك. شكون هذا؟ الطبيب ديال زومي. انا بيدي نهار 15 شهر 9 نهار 15 شهر 9 انا عندي السكر وقال لي خاصك تعطيني 20000 فرانك باش نداويك من طريق الدواء. انا بيدي انا وصلوا لي انا عندي السكر وعطيني 20000 فرانك ليا انا نتحمل المسؤوليه ديالي معاه. الدواء يبيعو ينعلبو الدواء حتى ولا يبيعو. السلام عليكم، انا متقاعد جندي صحه 32 سنه مريض بلا طونسيون والقلب. كنجي عند هذا الطبيب هذا خالد كنقول له اعطيني الدواء ما كيبغيش يعطيني الدواء، كيكتب لي وقادر من الصيدليه والسبيطار عامل بالدواء تيبيعو بالفلوس. عطيتو الفلوس يعني يعطيك الدواء ما عطيتش الفلوس ما يعرفكش. كنت مريض يقول لك يبقى هنا ولا شنو تفاهم معاه بالفلوس وهذه هي الخدمه ديالو. يقول لك عطيني الفلوس بقى هنا المرض ولاد ما كاينش المرض ولاد الشاول 1000 درهم تخيل. دابا دابا انت استاذ شنو واش تتابعوا ولا شنو؟ تتابعوا ناوي تتابعوا؟ تتابعوا على الاعتزال.